اليوم نقوم بذلك عشية الإضراب العام الذي سيكون غدا في كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، لنرسل رسالة وطنية واحدة موحدة لرفضنا لهذا القانون. تحديدا سنتطرق لأبعاده حول القدس، حول ما يسمى بأرض إسرائيل، حول إلغاء مكانة اللغة العربية، حق تقرير مصير لليهود فقط، الاستيطان كقيمة قومية صهيونية، وطرق وأوجه هذا النضال ميدانيا، قانونيا، إعلاميا، برلمانيا، وحراك دولي قمنا به وما زلنا. القانون العنصري المسمى قانون القومية لا يعرف ولا يتعاطى مع وجود الفلسطيني على أرض فلسطين، إنما يقول أن أرض إسرائيل بمعنى فلسطين التاريخية كلها هي الوطن التاريخي لليهود وحق تقرير مصيره وحصر اليهود. لذلك هذا القانون هو قانون يحاول أن يقذف بالفلسطيني خارج الحقوق وخارج التاريخ وخارج الجغرافيا، وهو ينفي حق المواطنة بالنسبة لفلسطيني الداخل، ينفي حل الدولتين، ينفي حل الدولة الواحدة، ينفي حل دولة ثنائية القومية، وينفي حل دولة المواطنين، ولا يبقي للفلسطيني إلا دولة الأبرتايد. قانون هو عمليا فاتحة لكمان قوانين عنصرية تمس في حقوق الفلسطينيين، بناء على أنه الدولة تعرف كدولة لليهود فقط التي تقصي جميع الفلسطينيين كأفراد وكمجموعة. قررت أن آتي إلى القدس من أجل أن أطلق صرخة الفلسطيني الموحدة من هذه المدينة ومن هذه المنصة العالية. تحية للقدس وتحية لجامعة القدس، طلابها ومحاضريها وأساتذتها، ولا شك أنها منارة في صنع الشخصية الفلسطينية المعتزة الفخورة المقاومة.